الموقع الإسرائيلي المعروف ديبكا المقرب من المخابرات الإسرائيلية يعنون مقاله ب كوموندو إسرائيلي هاجم سفينة القيادة والاستعلام الإيرانية شابيز بطلب من السعودية. السعوديون نسوا القول لإسرائيل أننا نتفاوض مع إيران. 3 أيام فقط مرت على ربط لغم بحري بسفينة التجسس الإيراني شابيز في البحر الأحمر على شواطئ أريتريا اليوم 6 أبريل، وبدأت المحادثات السرية بين السعودية وإيران في بغداد في 9 أبريل. الهجوم على سفينة القيادة والاستعلام حسب مصادر عسكرية واستخبارية لم يكن إلا بعد طلب خاص توصل به بنيامين نتنياهو من الرياض وأبو ظبي لإقصاء التهديد الإيراني في البحر الأحمر. في إسرائيل تقول المصادر درس الطلب وتقررت الضربة خدمة أيضا لمصالح إسرائيل. كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يحتاجان إلى هذه الحركة من أجل أن تنطلق المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد. وعرفت إسرائيل بهذه الرغبة منذ بداية المحادثات السعودية الإيرانية، لأن الرياض أثارت ما يهم إسرائيل ومصالحها في هذه المحادثات. على سبيل المثال إبعاد التهديد الحوثي الإيراني عن إسرائيل من خلال تهديد الدرونات المتفجرة، وهو تهديد تريد السعودية إبعاده. وقد كان اجتماع 18 أبريل في نقاش واضح للمسألة الإيرانية، وصدم الجميع بهذه المفاجأة، مفاجأة التحول على حد تعبير الموقع. والذي كان مقلقا هو ما نشرته الفاينانشال تايمز حين أكدت أن المحادثات كانت ناجحة وسريعة، لأن المحادثات السعودية الإيرانية تتطور أيضا بشكل سريع ودائما بسبب ضربات الحوثي، لأن الصواريخ والدرونات التي تتفجر على أهداف السعودية تقرب أكثر هذا الحوار. وحسب المصدر فقد تقررت جولة ثانية، وأن المحادثات السعودية الأمريكية الإيرانية تتطور فيما يزيد الضغط بالمسيرات وبتخصيب اليورانيوم من الاتجاهين. الرياض وطهران لم تؤكدا هذه المحادثات، لكن الفاينانشال تايمز أصدق بكثير. وختم المقال بالقول: لا يمكن أن تعتمد إسرائيل على إدارة بايدن أو على قائد أبو ظبي كما سمته محمد بن زايد أو قائد السعودية، بل يجب أن تعتمد على نفسها. واهتمت الصحف الإسرائيلية ومواقع أيضا روسية بهذا الخبر، حيث أشارت من جهتين أن مقال الفاينانشال تايمز صادق، وأن المخابرات الروسية تؤكد من جهتها وعبر أفيا برو محتوى هذا المقال. فأكدت المخابرات الروسية مرتين وعبر موقعين هذا الخبر، خبر المحادثات، لكنها أرجعته إلى شيء ثان وصادم، وأن التفجير جاء رغبة إسرائيلية في عرقلة النوايا السعودية في التقارب مع إيران. أسرار شرق أوسطية، اكشف فما خفي أعظم، مع عبد الحميد العوني. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. المخابرات الروسية عبر مواقعها اليوم تسرب أن ما قالته الفاينانشال تايمز بخصوص جولة أولى من المحادثات السعودية الإيرانية تبعتها محادثات أو جولة ثانية من المحادثات، وهذا الذي تؤكده الآن المخابرات الروسية عبر إعلام روسي قريب منها. ولا يتوقف الأمر عند هذا، بل هناك تعليقات تجد أول تصحيح لما جرى، أن ما حدث من إطلاق لغم بحري على شابيز أو هذه السفينة الإيرانية للحرس الثوري، أن هذا التفجير أتى لتفجير المحادثات وليس ما قالته إسرائيل بهذا الشأن، بأنه أتى من طلب سعودي إماراتي بهذا الخصوص. الطلب فعلا حدث، أن السعوديين وأيضا الإماراتيين طلبوا من نتنياهو إبعاد هذا الخطر
كليا، وبمعنى أن هذه الباخرة التي كانت للاستعلام والقيادة والاستخبار بالنسبة للحرس الثوري، كان الكل يرغب في أن لا يكون اختراق كامل من هذه السفينة لسبب بسيط، هو أن الأنظمة التي تشغل عليها هي التي كانت تساعد الطائرات والمسيرات، طائرات بدون طيار والمسيرات والصواريخ الوصول إلى أهدافها. إذن العملية لوجستية بالأساس من جهة، وأيضا تقنية من جهة ثانية، وثالثا أنها تحت رقابة بحيث أن تهريب ما يمكن أن يصل إلى الحوثيين كان يهرب عن درجة استعلام تراقب وضعية الملاحة، تراقب التهديد، خصوصا أن هذه الباخرة هددت بشكل كبير مرور غواصة دولفان 2 باتجاه الخليج العربي، وقد أوقفت إيران دولفان قبل الوصول إلى ممر أو مضيق هرمز. كان الأمر قد حسم في باب المندب، وكان التهديد الحوثي أكبر بكثير، إذ بلغ أن اللغم البحري وصل إلى الغواصة، وهذا لم يكشفه أحد، إنما هذا شيء حدث فعلا في الأزمة الأخيرة التي كانت بين إدارة ترامب الرئيس الأمريكي السابق وما بين إيران، وكانت نذر الحرب قد وصلت إلى أعلى مستوياتها. وفي هذه اللحظة تحديدا كان مرور دولفان، وفي هذا المرور أول من عقد مسؤولية وصول الغواصة الإسرائيلية دولفان 2 إلى مضيق هرمز هو من باب المندب عبر شابيز نفسها، وهذا الذي جعل الخطر ما سمته إسرائيل بالخطر على الغواصات وباقي القطع العسكرية، كل ذلك تم لأن هناك تحييد مباشر إيراني انطلاقا من هذه النقطة تحديدا. وهنا يمكن تفصيل أين جرت المحادثات بالأساس في بغداد، الجولة الثانية التي تكشفها المخابرات الآن الروسية، والروس يؤكدون على وجود جولة ثانية، وأن ما حدث من الجولة الأولى حسب ما نشرته الفينانشال تايمز هو دقيق، وليس فقط صحيح إنما دقيق للغاية. وهنا يكون الأمر المتعلق بالمحادثات السعودية الإيرانية بنفس النجاح والسرعة التي بين الأمريكيين والإيرانيين، فكلما تقدم هذا المقام تقدم الآخر، فالمحادثات مرتبطة على الأقل حسب الفينانشال تايمز وحسب ما تؤكده الآن روسيا. لكن المهم في كل ذلك الرغبة الإيرانية في المزيد من الضغط، من تخصيب اليورانيوم على الدرجة 60% بالنسبة للأمريكيين، وعلى مواصلة المسيرات والقصف الصاروخي بالنسبة للمنشآت البترولية على وجه التحديد. وهنا نطرح سؤالا بسيطا، لماذا تأخرت الآن هذه الهجمات بالنسبة للحوثي، أو على الأقل تأخرت قليلا أو لم تبقى في نفس ما كانت عليه من السرعة والقوة السابقة؟ هذا سؤال يطرحه الملاحظ أو المراقب، لكن الأهم من كل ذلك، لماذا طلبت السعودية الآن؟ الذي هو مكشوف الآن هو أن السعودية طلبت بشكل مباشر من نتنياهو وبطلب خاص قصف هذه الباخرة، أولا لتمرير ما تريده أولا السعودية، وثانيا لمنع الاتصالات عن الحوثي والتأثير في الحوثي، ولا يتوقف الأمر عند هذا. فأخطر من ذلك هو أن هناك صيغتين للخبر، الأولى هو أن ما طلبه السعوديون نفذه نتنياهو، وقد فاجأه أن تكون هناك محادثات في بغداد إيرانية سعودية، وهذا ما أنكرته السعودية لصالح تل أفيف، لكن تل أفيف تعتقد على أن هذه المحادثات فعلا موجودة، وأن مخابراتها علمت لماذا يجب أن تكون الضربة مواتية لما تكون عليه المحادثات من أجل تخريبها، وهذا ما علمه الإيراني، ولذلك هو لم يعلق لا بالتأكيد ولا بالنفي من هذه الزاوية.
لكن الأهم هو قول نتنياهو الذي تنقله مواقع إسرائيلية، هو أن لا ثقة في السعوديين ولا في هكذا في قيادة السعودية محمد بن سلمان ولا في قائد أبو ظبي بالحرف محمد بن زايد. وهنا يطرح السؤال أن إسرائيل يجب أن تعتمد على نفسها وليس على الشخصين معا ولا على سياستهما. أما بالنسبة للطرف الروسي فإنه يعتقد بشيء آخر، هو أن ما قامت به إسرائيل أتى لنسف المحادثات. هذه المحادثات في بغداد كان يود الإسرائيلي، رغم أن الطلب كان منذ 4 أشهر لكن لم ينفذ، ترك معلقا بالنسبة لضرب هذه الباخرة الإيرانية الموجهة، السفينة الإيرانية الموجهة أساسا للسلام والاستخبار، كانت منذ 4 أشهر ولم يرغب الإسرائيلي في المساس بها وقصفها إلا في لحظة كان يودها، وهي أن المحادثات التي كانت بين السعودية وإيران كان ضروري من ضرب السفينة من أجل وقف هذه المحادثات أو على الأقل تقليل نتائجها. وهذا مهم جدا بالنسبة للإسرائيلي الذي يحسب حساباته فقط، كما تقول المصادر الاستخبارية للموقع الإسرائيلي، فإن إسرائيل تعتمد على قدراتها وعلى مصالحها بالأساس، فإن هي طابقت الآخرين فعلت، وإلا فبالنسبة لمصالحها هي الأولى. هذه نقطة مركزية. النقطة الأخيرة هي أننا عندما يتأكد على أن الطلب سعودي فهو استمرار لدق الإسفين بين السعودية وإيران، فمجرد أن يكون هذا الخبر والتسريب بهذا الشكل فهو يعني مباشرة استمرار ما يرغب فيه الإسرائيلي وتحميل المسؤولية للسعودية في قصف إسرائيلي موجه نحو سفينة إيرانية من أجل تخريب المحادثات. فالضربة كانت لتخريب المحادثات، وتسريب الخبر كان أيضا لتخريب المحادثات السعودية الإيرانية، لأن بالنسبة للضربة المزدوجة أن تكون المحادثات أمريكية إيرانية، ولو أنها ليست مباشرة حاول الأمريكي وإدارة بايدن ألا تكون مباشرة كي لا يضغط الإسرائيلي أكثر واللوب الإسرائيلي أكثر على بايدن وعلى إدارته. المسألة الثانية هي تخريب المحادثات، لأن وجود محادثات أمريكية إيرانية ومحادثات سعودية إيرانية لا يخدم بأي حال مصالح إسرائيل، لذلك فالتسريب أساسا أتى للتخريب مرة أخرى. لكن الخبر صحيح، الخبر من حيث أنه قبل 4 أشهر هذا وضع صحيح وكان مهما في تلك الإدارة وليس في هذه الإدارة، لكن بالنسبة لنتنياهو فهو تركها للوقت المناسب من أجل تخريب هذه المحادثات، لأن هذه بالنسبة إليه مهمة رئيسة الآن يحاول إنجازها لصالح الأمن السعودي في اليمن، ومهم جدا بالنسبة إليه أن يكون لذلك ثمن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.